يعني إذا كانت الزوجي أحمر والزوج أصفر لازم المرأة تاخد بإيده. هون منقول القوامة بتصير للمرأة، مش القوامة بمعنى القوامة كاملة بل بإدارة البيت. لازم نفهم في قوامة على مستوى القرارات الكبيرة، زواج الأولاد، سفر، انتقال من بلد لبلد آخر للعيش، هجرة، إشي، هاي كلها القرارات الكبيرة لازم يكون في مشاركة، أصلاً كل لازم يكون فيها مشاركة فيها. ولكن في إدارة البيت في هاي الحالة لما تكون المرأة أحمر والرجل أصفر لازم تكون بإدارة بإيد المرأة، لأنه الأصفر مهمل بالتفاصيل، مهمل بالتفاصيل، ما بتطلع على التفاصيل، جاب الفكرة بلش فيها خلص كاز ووقف بنتظر. هون لازم المرأة إذا كانت من النوع الأحمر بتمشي معه، إذا كانت من النوع الأخضر يعطيك العافية، اثنين بنقعد بالبيت وماشي وبنقعد نندب حظنا، واثنين بقعدوا إيش يلوموا ببعض وما بوصلوا لحل، لأنه هدول مش تعون حلول. ديروا بالكم من هذا الموضوع.